يتواصل الحديث عن تداعيات أزمة ميسن غرينوود جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي. بدأت مسيرته تتأثر سلباً بعد أن اتهمته صديقاته هاريت روبنسون بضربها ونشرت صوراً وتسجيلات صوتية وتوضح فيها بأن اللاعب اعتدى عليها جسدياً، أصابها بجروح بالغة. وعلى إثر هذه الواقعة أوقف نادي مانشستر يونايتد لاعبه ميسن غرينوود، كما ألغى عدد من زملائه متابعته على إنستغرام، وكان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كذلك قام مسؤول اللعبة الإلكترونية الشهيرة فيفا بإزالته من النسخة الحالية.